في شأن آخر، حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مساء أمس بالعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تنطلق أشغالها اليوم الجمعة. ويرافق الوزير الأول وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. هذا وسيقود الرئيس الصيني شي جين بينغ الوفد الصيني خلال هذه القمة، التي ستناقش على الخصوص بناء شراكة صينية عربية جديدة تتماشى مع تحديات العصر الجديد للإعلام.